هو دلوقتي بيقول لي اوجد الضلع الناقص او الزاويه الناقصه. ناخد مثلا المثلث الاولاني ده الاول، ناخد المثلث الاولاني ده الاول. طيب بس انا صورته ولا لا؟ عشان اصورهم قبل ما امسحهم، قبل ما احلهم. عشان امسح المثلث الثاني ده هحل مكانه. انا هعمل ايه بقى؟ بص يا جماعه، انا هبتدي طبعا اطبق قانون الايه؟ الساين لو او قانون الايه؟ الجيم. الاول اول حاجه اجيب الزاويه اللي ناقصه، طالما انت مديني زاويتين انا اجيب لك اللي ناقص. اهو يبقى ميجر انجل ايه؟ اللي هو كذا زاويه ايه؟ اعمل 180 ماينس 40 بلس 80. احسبها على الكالكوليتر هتكون طالعه 60. بس كده بقى انا خلصت الايه؟ موضوع الزاويه، بجيبها كده الزاويه الناقصه. طيب طالما انا جبت الزاويه الناقصه كده اقدر اطبق الساين لوب اهو. هقول له ساين اي اوفر اي سمول، ساين بي اوفر بي سمول، ساين سي اوفر سي سمول. طب فين الاي سمول والبي سمول والسي سمول؟ اه الاي سي اسمه بي سمول، البي سي اسمه اي سمول، الاي بي اسمه سي سمول. نبتدي نعوض. طيب يبقى ساين اي اللي هي انجل اي اللي هي بكام؟ 60 اوفر اي سمول دوت 10. طيب ساين انجل بي اللي هي 40، يبقى اللي فوق يا جماعه دايما زاويه، اللي تحت برضه. طيب بي سمول بكام؟ مش موجود. طيب عايز اجيب بقى بعد كده ساين سي، خد بالكم ان الاي اللي ما كانتش موجوده عندي انا جبتها خلاص. ساين 40 اهو اوفر سي سمول اللي هو مش موجود. طيب نبتدي نقوم عاملين مقص اهو. طب بص مالتيبليكيشن، انا عايز بي، تقوم كاتب بي كده اهو تساوي، وتقوم عامل ايه بقى؟ البي بتسلم على مين او شابكه مع مين؟ مع ساين 60. خلي ساين 60 تحت واعمل لي 10 تايمز ساين 40. على فكره في ناس من غير ما يحط تايمز يحط ايه؟ علامه الضرب، يحط اقواس، صح برضه مش غلط. ونطلع الاجابه سي مثلا طلعت ب 12 سم. طب عايز اجيب ساين 40، هعمل نفس الحركه مقص بس مع ايه؟ برضه النسبه دي هي المعلومه عندي. معلومه يعني الرقمين بتوعها موجودين فوق ده. اقوم عامل مقص معاه اهو، هجيب السي. يبقى السي برضه هتبقى شبكه مع ساين 60، خلاص خليها تحت. واضرب لي 10 تايمز ساين 40. سمعت؟ اه شبكه مع ساين 60. في حاجه انا غلطت فيها، ماشي. الجيب كام؟ الجيب 40. السي كانت ب 80، انا قلت برضه في 80. طيب السي كانت ب 80، يبقى هعمل 10 تايم ساين 80 واحسبها مثلا طلع مثلا 14 سم ولا حاجه. يبقى انا كده جبت له الاضلاع اللي ناقصه، جبت له الزوايا اللي ايه؟ اللي ناقصه، كان في زوايا ناقصه. المساله الثانيه زي ما اتفقنا هي اللي بتبقى في حد تاني، حد هو بشوف الحاضر برضه. المساله الثانيه هي اللي بتبقى قوية شوية. برافو محمد برضه حلها تمام. بنسان فورتي مظبوط، ماشي تمام. في ناس برضه حلتها هي صح. شكرا يا جماعة الناس اللي حلتها، ممتاز يعني، كتبت لي تعليق ممتاز اهو تحت اللي هو بعده. طيب لو بصينا بقى على المسألة التانية، المسألة التانية هي اللي بتبقى ايه؟ رخمة شوية. لما هو بيجيب لي ايه بقى؟ لما بيجيب لي ضلعين وزاويه، مش رخمه قوي يعني، بس هي الفكره بس ان انا ايه، يبقى شغلها اكتر شويه، شغلها اكتر شويه، لان دي انا مجرد ما بعمل بطرح من 180 بتطلع الزاويه. فطالما الثلاث زوايا موجودين اعرف المساله سهله. هي الزوايا لما بتقل المساله بتعرف ان هي المساله ايه، صعبه شويه عن ايه. فهو جايب لي كده نمبر 2، عامل لي كده لو المثلث بتاعنا كان كده، ماشي، دي سي برضه. وقال لي ايه؟ مديني الزاويه دي الوحيده اللي 70، وغالبا هيديك، لازم يديك الضلع اللي قصادي. من ايه؟ بتبص على دي سي، بيديك دي سي عشان ده اللي انت هتستخدمه بقى لما تيجي تعمل مقص او ايه، او ضرب تبادلي، مقص لك دي ومقص لك دي، ومديك الضلع ده 20. اوكي مفيش مشكله. طيب نيجي نبص بقى دلوقتي، انا كده مش هعرف بقى اقول 180 ناقص الزاويتين، مفيش زاويتين اصلا، هي زاويه واحده.
نبتدي نكتب القانون على طول ولا نتوكل على الله؟ يبقى ساين ايه؟ بس نطلع بس الاول قبل اي كلام يا جماعه، بعد بسم الله الرحمن الرحيم كده تقوم مطلع لي البي سمول والاي سمول والسي سمول. ده كده هيبقى اسمه اي سمول، ده هيبقى اسمه بي سمول، ده هيبقى اسمه هو اسمه اي بي سي سمول. حرف اللي ناقص المثلث مثلا اسمه اكس واي زد، اقول لك مثلا زاويه واي قول لي قصاد اكس زد، او مثلا اقول لك الضلع اكس واي قول لي زد سمول، الضلع واي زد قول لي اكس سمول، الضلع اكس زد قول لي واي سمول، كده يعني الحرف اللي ناقص اعمله سمول. بس هما بس اخترعوا الحركه دي بدل ما يسموا الضلع بحرفين قال لك نسميه بحرف واحد سمول وخلاص يا اسف. يبقى انا هاخد ساين اي اوفر اي سمول، ساين بي اوفر اي سمول، ساين سي اوفر سي سمول، اللي فوق زوايا واللي تحت اضلاع زي ما اتفقنا. طيب نيجي نجيب ساين ايه؟ اه الايه موجود، طب الحمد لله 70، والاي سمول موجوده في 15، تمام الحمد لله. بعد كده النسبه دي اللي هعمل معاها مقص بالنسبه للمعلومه. تعالى ببص على الناس الثانيه، البي مش موجوده ولا البي سمول موجود، ففي ناس يقول لك ايه دي هنركنها شويه دلوقتي، اللي مش موجودين خالص دي بقى هي تتركت شويه لها دور بعد كده، اشتغل بقى على دي. يعني في ناس حتى ما بيكتبهاش، يعني في ناس لما يلاقي كده مجاهيل كلها كده يقول لك لا شيلها بقى خالص كده عشان ما ايه ما توجعناش دماغنا، ان لا ده موجود ولا ده موجود، يعني انا عارف بقى ايه دلوقتي سيبها بقى شيلها دلوقتي. يشتغل بقى في ساين سي، ساين سي اه سي مش موجود ولكن السي سمول موجود ب 20، ويبتدي يعمل مقص بقى. هو خد بالكم دي احنا راكنينها ما انساهاش، احنا راكنينها بس مؤقتا على ما يجيب ايه زاويه كمان، بس لان لو جبت زاويه كمان اطرح من 180 واجيب الزاويه الثالثه اقدر اجيب الايه النسبه دي، يبقى فيها حاجه موجوده يعني، بدل ما هي ما فيهاش اي حاجه كده، لا زاويه بي موجوده ولا دي سمول موجود، فنركنها دلوقتي على جنب. طيب نعمل بقى مقص دي. طيب ساين سي انا عايز ساين سي، طب اقوم عامل ايه؟ اهو بسيطه جدا، ساين سي يا ترى مين اللي شابك معاها؟ اللي شابك معاها او اللي بيسلم عليها مين؟ اهو اللي هو ال 15، خلاص خلي ال 15 تحت واضرب لي ال 20 في ساين 74. دايما اكتب الرقم يعني ساين 70 خليها اللي في الاخر الكلام، اكتب ال 20 اول ضرب ساين 70، يعني ما تكتبليش كده يا جماعه ساين 70 تايمز 20، لانك ممكن تغلط وتكتبها على الكالكوليتر كده، الكالكوليتر تضرب ال 20 في ال 70 وتجيب ساين ال 1400، فلا خلي ال 20 هي اللي قبلها، يعني خلي الضلع خليه هو قبل ساين والزاويه، يعني الضلع الاول بعد الساين والزاويه، اتفضل يعني عشان ما تغلطش. هقوم اطلع دي على الاله، خدوا بالكم اجابه الساين يا جماعه والكوزين لازم تطلع رقم اقل من واحد، حتى لو طلعت سالب، طلع لك مثلا سالب 2 من 10 عادي ممكن تطلع سالب أمين. بس تاكد من حاجه، لو الرقم ده يا جماعه من الصفر اعرف انك غلطان، ما تحاولش هتيجي تتكلم بعد كده تعملها شيفت ده تعملها اي حاجه يقعد يقول لك ايرور ايرور غلط، لازم الرقم ده يا جماعه يبقى صفر، مش مشكله الارقام اللي هنا، بس الرقم اللي قبل العلامه ده لازم يكون صفر مع الساين والكوزين، مع التان مش مشكله ممكن يبقى اكتر من صفر عادي مش مشكله اكتر من واحد عادي، لكن مع الساين والكوزين لازم الرقم ده يكون صفر، لو ما طلعتش صفر يبقى انت غلطان، راجع نفسك بقى راجع نفسك. طيب طب دي دلوقتي جبت الساين، انا عايز الانجل نفسها بسيطه جدا، طب انا ممكن اعمل شيفت ساين، شيفت ساين بالرقم اللي طلع ده نيجاتيف 0.2 اكتبها على الاله ويساوي، هتقوم طالعه لي مثلا سي طلعت 50 مثلا طلعت 60 بس يبقى كده انجل سي طلعت 60 تمام، سي دي طلعت 60. طالما سي طلعت لي يا جماعه على طول اقوم انا مطلع البي بقى، بس سي طلعت طالما لقيت اثنين انجلز اطلع الثالثه بدون تفاهم، يعني حتى لو مش هستخدمها بس لازم اطلعها. ميجر انجل بي بقى سهل القصه دلوقتي، 180 ماينس انا بقى عندي اثنين دلوقتي 70 و60 تطلع 50، حلو يعني الزاويه دي 50. ارجع بقى للنسبه اللي انا كنت راكنها يا جماعه اللي هي اللي ما كنتش لاقي لها لا بي لا زاويه ولا ضلع. طيب ناخدها مع مين بقى؟ طيب عشان عاوزها النسبه دي، ده ساين بي
على ايس مول دي، كنت راكنها كده بس راكنها مش رميناها، راكنها بس على ما نجيب فيها اي حاجه. خدها لي بقى مع مين؟ خدها لي دايما مع النسبه المعلومه اللي هي دي اهم نسبه في الموضوع اللي هي موجوده فوق تحت. وعلى فكره ممكن تاخدها مع دي، فانت جبت زاويه سي كمان، بس خدها مع دي الاصليه اللي جايه في المساله ليه؟ اذ ربما انت تكون غلطان في السي دي طلعتها غلط، تقوم انت تيجي تجيب البي تطلعها غلط هي كمان بناء عليها، فخليك في النسبه الاصليه اللي جايه في المساله اللي هي دي. خدها سواء بين ساين 70 وهنا. طب انا كان عندي مشكله ان لا ده موجود ولا ده موجود، لا يا سيدي بقى ده موجود اهو، البي بقت موجود كام دلوقتي؟ ب 50. واحد يقول لك بس ده لسه مش موجود، اه طبعا وانت كل حاجه هتجيبها، ما هو لازم يكون في واحد موجود وواحد مش موجود، لازم بص يا جماعه يكون في ثلاثه موجودين والرابع مش موجود عشان اما اعمل مقص بيه. يعني هنديك البي مثلا اقول لك ب 12 مثلا، طب ماشي انت هتجيبني بقى ان شاء الله، لا لازم يكون في واحد ناقص عشان انا هعمل مقص على اساسه بي او او ما اعمل بقى انا مقص كده واجيب البي سمول. البي سمول شبكه مع ساين 70 واعمل 15 تايمز ساين 52، بس احسب بيها يا شباب على الاله يطلع مثلا سي طلع مثلا 12 مثلا، خلاص يبقى ده الضلع اللي كان ناقص 12. يبقى القصه كلها يا جماعه ان انا طبقت على طول قانون الساين، بس لقيت ان في حاجات مش موجوده، لقيت زاويه سي مش موجوده، عملت نقص اهو وقمت جايب ايه ساين سي طلعت اجابتها سالب مثلا 0.2. هي مش هتطلع كده طبعا، انا بقول يعني احسبها بقى بالاله وزي ما كنت، عشان بس ما حدش يجي يراجع يقول لك انت المستر مطلعها انا مطلعها غلط مش زي المستر، لا انا اللي عامل الاجابه دي، يعني انا اللي قايلها كده يعني من عندي، لكن هي مش مظبوطه طبعا، انت هتعملها على الاله وزي ما تطلع. قوم عامل لها شيفت ساين، عملت لها شيفت ساين يا بطل هتطلع لك الزاويه. طالما انا ظهر عندي زاويتين في المساله، المساله اعرف انها اتحلت ليه؟ ان شاء الله لان ده 70 دي 60 انا اقدر اطرح من 180 واجيب الثالثه. خلاص طالما جبنا الثالثه بقى نقدر ايه؟ كان في نسبه انا كنت راكنها لانها الاثنين مجهولين. لا نرجع نستخدمها بقى تاني، ما هو البي ما كانتش عندي، لا البي بقت موجود بقت ب 50 اهي. خلاص رجع بقى النسبه دي تاني ب 50 والبي دي مش موجوده، بس هتساويها بمين بقى؟ ما تساويهاش بدي، تساويها باللي كانت موجوده اصلا من دي. تساويها باللي كانت موجوده اصلا من دي. خلاص؟ وابتدي اعمل تاني مقص وهات البي بس. تمام؟ اتمنى ان تذاكروا الكلام ده كويس يا جماعه، وزي ما قلت لكم بقى ان شاء الله المره الجايه اللي هي السبت لو لقيتكم جاهزين هسالكم ده، لو لقيتكم جاهزين ناخد الامتحان، مش جاهزين هعمل مراجعه تاني على كله واخليها لكم الاثنين، جاهزين ناخده ما فيش مشكله، يعني هسال برضو براي الاغلبيه عشان برضو ما اضغطكوش في المذاكره، بس اتمنى ان انتوا تذاكروا، اتمنى ان انتوا تذاكروا لان السبت من الاثنين ما فرقتش، بس عايزكم تبقوا مذاكرين كويس بحيث لو السبت جاهزين ناخد الامتحان ده ونخلصه وناخد حاجه جديده، ناخد قانون جديد تمام. تمام؟ بشوفكم المره الجايه ان شاء الله على خير، سلام عليكم.